السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على فيديو جديد. معكم سمعان من قناة عبد الحق اند كارز. اليوم ان شاء الله قبل ما نبدا الفيديو بغيت نعطي روح ملاحظة صغيرة، بلي ان المعلومات ديال السيارة راهم كاملين كاينين في الفيديو، يعني المعلومات اللي خصك تعرف بالنسبة للسيارة اللي كتباع كاملين كاينين في الفيديو، كامل الكيلومتراج الثمن، المهم اي حاجة عندها علاقة بالسيارة اللي خصك تعرف راها كاينة في الفيديو. بس كنلقى بزاف الناس كيكتبوا الثمن في الكومنتير، ما علينا ان الثمن راه ديجا قلناه في الفيديو. هذه الملاحظة الاولى. بالنسبة للملاحظة الثانية، بغيت غير نقول لكم بلي ان السيارات اللي كيتباعوا عندنا في القناة هنايا راهم كنبدلو لهم العنوان وكنكتبو فيهم بأنها راها تباعت، يعني باش ما يوقعش الخلط ولا شي حاجة. مهما كان، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جبنا لكم فولكسواجن تيروك ايرلاين موديل 2020 شهر 12، 24000 كيلومتر، ثمن 43 مليون. ولا كان كيعجبكم هادشي اللي كنديرو كما دائما، دعمونا بلايك واشتركوا في القناه. بالنسبه للناس اللي ديجا مشتركين معنا، مرحبا بكم معنا من جديد. وهادشي اللي كان، نخليكم مع الفيديو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، مرحبا بكم كاملين. بالنسبه للداخل عندنا هنا الديريكسيون، كتجي فيه طبع الايرلاين، ديريكسيون عامر تبارك الله، كيجي فيها طابلو ديجيتال، كاينين لي باليت، بلايص ديال الكيزان كما العاده، كاين اوتو هولد، فرانا من بدو، سيارة اوتوماتيك بطبيعة الحال، كليما ديجيتال، و البانتايا بطبيعة الحال. هنا السيارة مازال فيها الكتاب ديالها، حيت السيارة اصلا باقا جديدة تبارك الله. كاين هنايا الشارجور ديال البورت يو اس بي اللي بغا يشارجي التليفون، و هادي و السيارة كديماري بستار ستوب بطبيعة الحال. سطح بانوراميك دوبل طواق، يجي سطح كامل زاج، كراسة كتجي مطبوعة فيهم الايرلاين. بالنسبة للور عندنا هنايا تجيب في الكراسة ديال القدام إلا بغا الكاس اللور حتى شي حاجة، الكليمة كيما العادة الناس لي اللور، أو التكاية، هادشي رجع معروف في الفولكسواجن دابا. وهذا كان هو الداخل ديال السيارة كيما كتشوفو، السيارة الحالة ديالها مقاوة راه بلا ما نهضرو على النقارة تبارك الله جديدة مازالا. هادي الماليطة، الكفر كاينة مساحة تخزين تبارك الله، كاين اتساع تحت الكفر، كاينة الرويدة ديال السكر، والكفر تاعو كيهبط بالضوء. بالنسبة للموتور، عندنا الموتور 2 لتر مازوت، الضريبة ديال 1500 درهم. هادشي ما كان، هذا كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. إلا عجبكم المحتوى اللي كنديرو كما دائما، دعمونا بلايك وكومنتير، خليونا تعليق ديالكم، عطيونا فيه رأيكم، ما كاين حتى مشكل. اللي بغى شي حاجة يتصل بينا، غتلقاو النمرة في الديسكريبسيون ولا غتلقاوها في الفيديو، ما كاين حتى مشكل. مرحبا بكم كاملين، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.